نروح بقى لزميلتنا العزيزه نورهان طمان مراسله النادي الاهلي، هي كمان موجوده في مقر النادي الاهلي في مدينه نصر، لنتعرف من خلالها على اهم الاخبار الرياضيه في الصحف والمواقع المحليه والدوليه، وخصوصا لقطه يمكن يعني كتير جدا من الناس وقفت عندها امبارح بالليل وكلمت عنها، لقطه او مجموعه لقطات لطفل كان يعني نايم بره سور نادي ما في احدى محافظات مصر، والولد واضح جدا ان هو امكانياته الماديه على القد وبيعمل نفس التمارين اللي الاطفال اللي جوه سور النادي بيعملوها كاجراء او كتدريب من ضمن تدريبات كره القدم. صباح الخير عليك يا نورهان، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهواند، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا من النادي الأهلي بفرع مدينة نصر، هنطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم، ولكن كمان زي ما عودناكم هنفكركم بأبرز المباريات اللي هتجرى اليوم، واللي طبعا زي ما احنا عارفين هيكون أبرزها في الجولة الأخيرة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا. الساعة 8:10 لاتسيو هيواجه كلوب بروج البلجيكي، وزينيت بيترسبورغ هيواجه بروسيا دورتموند الألماني. أما بقى الساعة 10 ففي العديد من المباريات، على رأسها تشيلسي هيواجه كراسنودار، ورين هيواجه إشبيلية، وبرشلونة هيواجه نظيره يوفنتوس الإيطالي، ويعني يمكن دي المباراة الأبرز النهاردة. دينامو كييف هيواجه فرانك فاروزي، وباريس سان جيرمان هيواجه شاك شهير التركي، ومانشستر يونايتد الانجليزي هيواجه لايبزيج. دي كانت يعني مباريات اليوم النهارده يعني حبينا نفكر حضراتكم بيها. خلينا كمان بقى نروح لابرز الاخبار، والخبر الاول معانا من موقع اليوم السابع. ريال مدريد يهنئ الاهلي بدوري الابطال أصبح الأكثر نجاحا في تاريخ المسابقة. حرص نادي ريال مدريد على إرسال برقية تهنئة للنادي الأهلي بعد فوزه بالبطولة التاسعة على بعد طبعا الفوز على غريمه التقليدي بهدفين مقابل هدف، وتحقيقه للبطولة الأفريقية التاسعة في تاريخه. وجاء نص البرقية كالآتي: من نادي القرن الأوروبي إلى نادي القرن الإفريقي، نيابة عن رئيسنا بيريز وجميعنا في ريال مدريد، نود أن نهنئكم بالفوز على اللقب التاسع من دوري أبطال إفريقيا، وبهذا الإنجاز العظيم أصبح الأهلي الأكثر نجاحا في تاريخ هذه المسابقة المرموقة، وهذا إنجاز عظيم يجب أن تفتخروا به. ومن موقع سوبر كورة اليوم: منتخب الشباب يغادر إلى تونس للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا. يغادر منتخب الشباب مواليد 2001 بقيادة نجم النادي الأهلي السابق طبعا كابتن ربيع ياسين اليوم إلى تونس للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا، اللي هتكون مؤهلة للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا موريتانيا 2021. كمان الوزير سيد الدكتور أشرف صبحي حرص على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني لدعمهم ومؤازرتهم قبل السفر لتونس. خلينا نفكركم أنه في منتخبين فقط هم اللي هيصعدوا للبطولة اللي هتقام في مارس من العام المقبل، وهيكون ما بين مصر والمغرب والجزائر وتونس وليبيا. روح بقى للخبر اللي يمكن كلمتنا عنه يا كريم قبل ما أنا أكون موجودة، خبر الطفل يوسف صاحب ال 15 عام. يمكن عايزين نقول لكم أن السوشيال ميديا في الأيام الأخيرة أو في الفترة الأخيرة يمكن ظهر فيها العديد من السلبيات، ولكن رغم العديد من السلبيات دي كمان ظهر العديد من الإيجابيات، واللي كان أبرزها في الخبر اللي معانا اليوم من موقع كورة: الصدفة تقود طفل الأكاديمية لتحقيق حلمه بعد عامين. كان في صورة انتشرت لطفل بيقوم بإجراء عمليات تدريب بيقلد فيها أطفال زمايله، ولكن من خلف أسوار أحد الأكاديميات في مدينة الشروق. الصورة دي لاقت يعني تفاعل كبير جدا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واللي يعني أكبر مسؤول نادي مصر المقصة بعد التفاعل الكبير على الصورة دي إن هم يضموا يوسف للأكاديمية. وكمان خلينا نقول إن الصورة دي يمكن تم التقاطها من عامين، ولكن انتشرت في الأيام الأخيرة، وضم يعني أكاديمية مصر المقصة تفضلت مشكورا بضم الطفل يوسف بعد ما طبعا العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي طلبوا بوجود اللاعب داخل أحد الأندية. ومن موقع سوبر كورة أيضا: الغيابات تضرب الوداد قبل مواجهة الدفاع الجديدي.
يمكن في مباراة غد فريق الوداد المغربي يعني هيتأثر به غيابات عديدة، آخرها أيمن الحسوني اللي أصيب في المباراة الأخيرة للفريق، ووليد الكورتي أيضا أصيب في المباراة الأخيرة. الثنائي اللي انضم للغيابات اللي كانت موجودة من قبل في الفريق ليكون 5 غيابات عن المواجهة في الجولة الثانية من الدوري المغربي، وكانت الغيابات من سفيان المدن والشيخ إبراهيم كمارة وأيوب العملود. وأخيرا من موقع سكاي نيوز، لازالت أصداء وفاة النجم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا تسيطر على يعني الصحف العالمية. من سكاي نيوز، مشروع قانون لطباعة صورة مارادونا على العملة قدم للكونجرس الأرجنتيني، مشروع قانون لطباعة صورة الأسطورة مارادونا على العملة الأرجنتينية، وده طبعا تقديرا لجهوده في عالم الساحرة المستديرة وقيادته لمنتخب الأرجنتين في العديد من السنوات وتحقيق طبعا المونديال. الطلب اللي تم تقديمه للكونجرس الأرجنتيني بيفيد أنه هيتم طباعة نصف وجه مارادونا على العملة والنصف الآخر لإيده اللي سجل بيها هدفه الشهير في شباك انجلترا في مونديال 86، واللي يمكن كان ليه تعقيب طريف جدا بعديها لما تم انتقاد هذا التصرف، قال انها يد الله. دي كانت ابرز اخبارنا هنا من مقر النادي بمدينه نصر، شكرا لكم جدا وعوده الى الاستوديو. زميلتنا العزيزه نورهان طمان مراسله قناه النادي الاهلي من داخل فرع النادي الاهلي بمدينه نصر، بنشكرك شكرا جزيلا، صباح الفل عليك.